اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا. خليك بالسلامة، تفضل. طب كنت تقول لي قبل ما اقوم. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. تشرب حاجة؟ اخد قهوة. مظبوط. بعدين بعدين. اهلا وسهلا. بعدين ازاي يعني؟ اما ترتاح وتاخد نفسك. انا الصحفي هلال كامل. انا كنت بعمل تحقيق عن الافلام اللي رفضتها الرقابة. رحت الرقابة قالوا لي محدش هيقدر يساعدني غيرك. الرقابة. الرقابة. انا اذكر والله يا استاذ امين. هلال كامل يا حبيبي. ايوه هو ده. انا اذكر اول فيلم راقبته كان سنه 69، كان فيلم شيء من الخوف. ده فيلم جميل، انا بحبه قوي. استاذ محمود مرسي كان عامل دور عتريس، كان رائع. مرسي هو في زي مرسي؟ الاستاذ مرسي كان فحل. فحل فحل في الأداء، فحل في التمثيل. وجاء قاعد بجواري ساعة بيشاهد الفيلم وأنا براقب الفيلم، قلت له أستاذ مرسي تعالى على الكرسي. راح قاعد على الكرسي، يعني هو كرسي وأنا كرسي، كرسيين جنب بعض. كان مبسوط قوي قوي وسلم على إيدي، إيده قد كده، سلم على إيدي وهو سعيد ومبسوط. الأستاذ محمود مرسي شخصيا ده أنت يعني عشرت جيل العظماء. الله يا أستاذ مين؟ هلال كامل اللي هو ده. أنا كتير من الفنانين العظماء كانوا يجوا يحضروا أفلامهم ويشاهدوني وأنا براقبها عشان أقول لهم رأيي كرقيب في الأفلام. تشرب إيه؟ أخد قهوة. مظبوط. بعدين بعدين. مين اللي حاطط صورة سناء جميل على الأرض؟ أنا. أنا لي عتاب عليها. تخيل يا أستاذ مين حضرتك؟ هلال كامل. أيوه هو ده. تخيل ممثلة قديرة عظيمة زي دي تقول الأستاذ صلاح منصور في فيلم الزوجة الثانية الليلة يا عمدة، دي كلمة تتقال في فيلم عظيم زي ده؟ يعني أنت حطيت صورة سناء جميل على الأرض عشان الليلة يا عمدة. أمال لو سمعت الكلام اللي بيتقال في الأفلام الأيام دي هتحط صورهم فين؟ هتدفنهم؟ ومين اللي قال لك ان انا ما سمعتش؟ انا سميع جيد جدا. طيب انا اتحداك لو قلت لي ايه اخر فيلم نزل للسوق من يومين؟ والله انا بقالي مده ما دخلت السينما الحقيقه. نزل فيلم ابي فوق الشجره، نزل من يومين بس. هو نزل؟ نزل. الفيلم ده فيه اكتر من 50 قبله يا استاذ. تخيل ده معناه ايه؟ والله انا شايف ان معناه ان عبد الحليم حافظ حظه حلو. لا. امال ايه؟ مش عارف، بس انا كل السنين اللي قضيتها في فتره الرقابه ما سمحتش لاي لفظ خارج يتقال في اي عمل فني انا براقبه. بمناسبه ابي فوق الشجره بيسالوا الاستاذ حسين كمال، قالوا له تعمل فيلم هلس وتكسب ولا تعمل فيلم بيقول حاجة؟ قال لهم الثقافة والهلس اللي يمكن يجتمعوا. حسين كمال؟ هو في زي حسين كمال؟ ده مخرج شاب واعد وله مستقبل رائع. الله يرحمه. بمناسبة الرقابة كنت عايز أسألك على فيلم للفنانة مريم رياض. مين مريم رياض؟ مريم رياض الممثلة. وكانت المخرجة دنيا ظافر، والمنتج كان بهاء ثابت، وكان معاهم منتج تاني كده عنده شركة اسمها سيال بلو. تعرف اسمه ايه؟ وايه دول؟ ايه دول اصحابك دول؟ اصحابي ايه؟ انا بكلمك عن فيلم لمريم رياض الرقابة رفضته سنة 2000. يا راجل لسه بدري على 2000. فين احنا وفين 2000؟ بلاش القهوة. الحمد لله ما شربش حاجة.
ايوه زيزو، انت فين كل ده؟ انت اللي فين يا هيلو؟ انا لسه واصل البيت اهو. اسمع، انا عايزك تخش على النت تدور لي على نص مسرحي اسمه انتحار غير معلن. انتحار غير ايه؟ غير معلن، تدور عليه وتطبعه لي. هتعرف ولا اجي انا بقى اشتغل معاك؟ لا لا ما تقلقش، انا لو اي حاجه وقفت قدامي هكلمك تفهمني. طب ماشي. الو، ازيك يا استاذ هلال؟ انت فين؟ اهلا يا استاذ سميح، خير؟ في حاجه؟ انا عاوز اقابلك ضروري، شغل مهم ومحتاجك فيه. نتقابل بكره في الجورنال؟ لا لا لا، الافضل يكون دلوقتي. قول لي انت فين مكانك وهبعت عربيه تاخدك من المكان اللي انت فيه. استاذ هلال، شهاب باشا محتاجك معاه في الحمله الانتخابيه بتاعته. محتاجني فيك؟ انا مجرد صحفي في جريده معارضه. ما تقللش من نفسك يا استاذ هلال، انت قامه صحفيه كبيره، وجودك معانا هيكون اضافه عظيمه لينا. انت هتكون مسؤول اعلامي للحمله. متهيألي في ناس اكفأ مني ممكن يقوموا بالدور ده. بلاش تواضع يا استاذ هلال، على فكره انا متابع جيد لمقالاتك ولحملاتك الصحفيه ضد الفساد، وعارف انك معارض للنظام الحالي. انا مش معارض للنظام، انا معارض لاي غلط بيعمله اي نظام، سواء نظام سابق او حالي او مستقبلا حتى. جرايا يا استاذ هلال، هو احنا مش عاجبينك ولا ايه؟ انت صحفي كبير وعارف اسرار المطبخ السياسي كويس قوي، واكيد عندك درايه بالاخطاء اللي وقع فيها الحكومه دلوقتي. وليكن، الاخطاء دي ادي احنا بنتعلم منها وهي مرحله وبتعدي. افهم من كده انك رافض لفكره ترشحي؟ انا لسه ما عرفتكش كويس، ولازم تعرف ان انا لو وافقت على العرض بتاعك ده وشفت فيك اي حاجه غلط هكون اول واحد بنشرها وبكتب عنها. موافق جدا، وهو ده المطلوب. انا عايز اصارح الناس بكل حاجه عني، العيب قبل الميزه، وعشان كده اخترتك انت بالذات. انا برنامجي الانتخابي اتعمل بعد ما عملنا دراسات كتير قوي لنماذج ناجحه في دول تانية، واهم حاجه بتميزه الشفافيه. طب انا محتاج وقت افكر فيه، حاجة زي دي مش سهل إن الواحد ياخد فيها قرار بسرعة. طب مش تسمع باقي العرض الأول؟ أنت هتكون واحد من القائمين على الحملة بتاعتي، ومن دلوقتي لغاية ميعاد الانتخابات مرتبك هيكون 20,000 دولار في الشهر، كويس؟ 20,000 دولار؟ آه، مش شايف إن المبلغ ده كتير شوية؟ ده تقديري للناس اللي بتشتغل معايا؟ عموماً الفلوس مش هي اللي هتخليني أقبل أو أرفض. هنزله. ازيك يا استاذ هلال؟ ربي، كنت عايز ادردش معاك في موضوع صغير كده، يعني عايزين منك خدمه صغيره. خدمه مني انا؟ اؤمر. سميح البجوري، مش فاهم. يعني كنا عايزين كده تجمع لنا عنه شويه معلومات كده يعني. وعايزين معلومات عنه ليه؟ انت عارف ان هو يعني في شويه قلق كده حواليه، تمويلات من بره، وغير ان هو بيدعم حمله المرشح الرئاسي. وانتوا مش عايزين بقى المرشح ده ينجح؟ لا 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 يا استاذ هلال، احنا مش شغلتنا ان احنا نحدد مين اللي ينجح ومين اللي يسقط، احنا بس عايزين نتاكد اذا كان تاريخه نضيف ولا لا، اذا كان يؤتمن على الشعب ولا لا، بس. طيب، انا وعدك اي معلومات حاضر اجمعها عنه هقولها لك اول باول. اشكرك. ده كارت في كل ارقام تليفوناتي، اول ما توصل لحاجه انا هنتظر تليفون من حضرتك. استاذن انا. اتفضل. روبي، هي وصلت انك انت تكتب مقال وتنشره باسمي؟ ما انا لو طلبت منك ما كنتش هتوافق، وسميح جه وهددني بان هو يفصلني من الجريده، كنت عايز نعمل ايه يا هلال؟ اضحي بتعبي وشقايه وسنين عمري في الجورنال؟ ايه؟ انا حاسس انك انت زي ما كنت بعرفك لاول مره،
اتغيرت ليه؟ البلد نفسها بتتغير، كل حاجة حواليك بتتغير. أنا اضطريت أعمل كده عشان أعيش. كلنا عايزين نعيش. اللي مات من المواد المسرطنة كان عايز يعيش، واللي اتقتلت عشان كتبت كلمة حق كانت عايزة تعيش. بس بقى يا أخي، بس بقى، أنت لسه ما زهقتش من الشعارات الكذابة دي؟ لسه مش شايف الحقيقة؟ 35 سنة شغل وحب في الوطن، وآخرتها تلاميذنا بقوا ماسكين مناصب مهمة قوي في البلد، وإحنا الجيل اللي اتفرم عشان بيقول كلمة حق. احنا الجيل اللي شعره شاب ولسه محله سر. انت ايه اللي كسرك كده؟ الفلوس؟ الفلوس عمرها ما بتعمل بني ادم. عارف اللي مهون عليا كل ده؟ ان فقت نفسي لما حسيت انك هتتأذي. ساعتها بس قررت ان انا ما اكملش في الطريق ده، واقف. وقتها لقيت دراز بتاع زمان، بس انت طول عمرك اجدع مني. اه والله حقك عليا يا هلال، ما تزعلش. في ايه يا حضرتك؟ ده بوس بس. صدر امر بوضع الجريده تحت الحراسه. مين فيكم رئيس تحرير؟ انا رئيس التحرير. حضرتك مطلوب للتحقيق، اتفضل معنا. حاضر. ما تخافش، مش هسيبك. من فضلك انتوا واخدينه على فين؟ اسمع عبدين، هو ايه اللي حصل يا استاذ هلال؟ روبي دراز قبضوا عليه. اهدى بس يا استاذ هلال، انا هتصرف. هو المستشار القانوني بتاع الجنرال فين؟ لا، الاستاذ عبد الوارث زمانه بيحتضر دلوقتي، ده واخد اجازه شهر مرضي بقاله 3 شهور، ما اعتقدش ان هو هيسعفنا في حاجه، ده بيلبس روب المحاماه بيهنج. بيهنج؟ لما بيلبس الروب بيهنج؟ استاذ هلال تحب اكلم بابا؟ لا لا لا، انا هتصرف هنا. ايوه عماد، دراز اتقبض عليه. دراز رئيس التحرير يا اخي. كلم غاده خليها تلحقه على اسم عبدين. ما انت عارف اللي حصل بيني وبينها، ما اعرفش اكلمها انا دلوقتي. خلاص يا بابا انا هتصرف. مع السلامه. يلا استاذ هلال هتعمل ايه؟ كل واحد يشوف شغله. انا هروح مشوار اشوف ايه اللي حصل. احنا مش هنقفل الجريده، الشغل ضابطل من زمان، خصوصا جريده نبض الشعب لها قراءها وحققت رواج الفتره الاخيره. مظبوط يا فندم، خصوصا بعد مقالات هلال كامل. فعلا المبيعات زادت جدا. بس وحضرتك بتفكر في ايه؟ في رجال اعمال كتير بيحبوا يبقى ليهم منبر اعلامي وصحافي يتكلموا من خلاله. احنا هنعرض الجريده على واحد منهم يستمر في تمويلها. أحسن ما نقفلها فعلا، أحسن بكتير، خصوصا بتوع الحقوق بقى والحريات والكلام ده ما هيصدقوا وإحنا داخلين على انتخابات رئاسة. ولو تكون من غير انتخابات كمان يا رؤوف. طيب دلوقتي لازم نفكر في رئيس تحرير جديد بدل اللي كانوا حاطينه. هنا الكامل بدأت تقرأ دماغي كويس. ادخل. احنا ما اتفقناش على كده يا فؤاد بيه. دراز ملوش دعوه باللي حصل، ما ينفعش يروح في الرجلين. طمن، دراز بيتحقق معاه، هتتاخد اقواله كاجراء طبيعي. بعد كده هرجع الجريده ويكمل شغله عادي جدا. هو بس في تغيير واحد. تغيير ايه؟ ادخل. في محاميه بره جايه للاستاذ يا فندم. خليها تتفضل. اتفضل يا استاذ. غادة كامل حاضرة مع الأستاذ دراز.
الموضوع مش مستاهل يا استاذ غادة. احنا خدنا اقوال الموضوع خلص خلاص، يقدر يروح حل. اتفضل امضي على اقوالك. حاضر. لما هو الموضوع بسيط والحكايه مش مستاهله يعني. كان ليه الاستاذ هلال بيخلي عماد يكلمني عشان اسيب شغلي واللي ورايا واجي؟ مش ممكن. ايه هو ده؟ كيف عنده غاوي سبب لي قلق في حياتي؟ غادي غادي، عارفه يا غاده، انت بتفكريني بنفس زمان لما كان ابويا لسه عايش. ابويا مات وانا في اولى جامعه الله يرحمه، ما كنتش بطيء تصرفاته ولا افعاله ولا اراءه، وكنا على طول مختلفين. ده انا حتى مش فاكر حاجه واحده اتفقنا عليها، وطول الوقت كان فيه بينا مشاكل. لكن بعد ما مات حسيت ان ظهري انكسر لدرجه ان انا كنت بمشي في الشوارع اتلفت ورايا خايف لحد يجي من ظهري ويأذيني. كنت طول الوقت حاسس ان ظهري مكشوف، ما هو اللي حميني مات. وبعد شويه من موته كده افتكرت كل الحاجه اللي احنا كنا مختلفين فيها، فكرت فيها كويس، اكتشفت ان هو كان عنده حق وانه كان صح وان كل اللي قاله وعمله كان لمصلحتي. اقول لك على حاجه غاده، بس ما تضحكيش عليا. اوقات كتير بحس ان هلال زي ابويا. اه والله بيحبني، وطول الوقت بيخاف عليا وعلى كل اللي حواليه. الحقي حضن يا بنتي، الحقي حضن ابوك يا غاده، قبل ما يجي اليوم اللي تحس فيه ان ظهرك انكسر. انا عندي ميعاد لازم امشي عشان الحقه. عن اذنك. وبعدين يا عترة هنفضل نلف في الشوارع كده كتير؟ اصبر يا حوده، واهدى دلوقتي ترزق. شكلها هترزق يا حوده، اجهز يا حوده. خلي ينزل اللي في بطنها وتقولي للزفت اسامه يخف على البنات شويه. اتفضلوا. يلا ما انا ما ورايش غيركم يا اختي. يلا. ايه رايك بقى في الاموره دي؟ اموره ولا شبهك مش هتفرق. لا تفرق، دي نظيفه وبنت ناس، يعني هيطلب فيها مبلغ حلو. اسمك ايه يا حبيبتي؟ ما تخافيش مني، انا زي ماما. ها اسمك ايه؟ ياسمين. يا خلاص يا عالطعامة. يلا ياسمين علشان افرجك على الملاهي. لا انا عايزة اروح لماما. احنا هنلعب لحد ما تيجي ماما. برضه دولارات بقى؟ مفيش مره ادهم لي مصري. طول عمرك هتفضل فقري. يلا اتفضل امشي. يلا بينا يا حبيبتي. انا عايزه اروح لماما. ماما مستنيانا تحت. تحت فين حبيبتي؟ ما تخافيش، تعالي تعالي معايا يا قمر. انتي Thank you.
تعالي ما تخافيش تعالي. بره وزمانها جايه.